بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أحكام النون والميم المشددتين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. والناظم هو الإمام العلامة سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي، وهو من جمزور، وهي من نواحي طنطا بمصر، وكان شافعي المذهب، وكان إماما في القراءات، وله الكثير من المؤلفات، ومن أشهرها تحفة الأطفال في تجويد القرآن، فرغ من نظمها سنة 98 و100 و1000، وكذلك فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، وكذلك الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز الأماني في القراءات، وله منظومة في رواية الإمام ورش، ولا يعرف بالتحديد سنة وفاته رحمه الله تعالى، ولكن آخر ما عرف أنه كان حيا سنة 98 و1000 رحمه الله تعالى. قال في تحفة الأطفال في باب أحكام النون والميم المشددتين: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. والمعنى أنه يجب إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما، نحو الجنة، أنه، الناس، لما، وما لهم من الله، ويسمى حرف غنة مشددا. فنقول النون حرف غنة مشدد، والميم حرف غنة مشدد، ويجب إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما. وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وقال الناظم في أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إضغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء. والثاني إضغام بمثلها أتى، وسم إضغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء. يعني أن الميم الساكنة لها عند حروف الهجاء غير الألف اللينة وأختيها الياء والواو كما في عليم وغفور، لها ثلاثة أحوال. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء. الأول الإخفاء، فتخفى أي الميم مع بقاء غنتها إذا وقعت قبل الباء الموحدة، نحو يعتصم بالله، ويسمى إخفاء شفويا أو شفويا، فهذا هو الأول. أما الحكم الثاني فهو الإضغام. يقول رحمه الله تعالى: والثاني إضغام بمثلها أتى، وسم إضغاما صغيرا يا فتى. الإضغام يعني تضغم الميم بغنة في مثلها، يعني في ميم أتت بعده، لذلك تكون الميم الثانية مشددة، نحو ولكم ما، أم من أسس، وهم من، ويسمى إضغاما صغيرا، ويسمى إضغاما صغيرا. والثاني إضغام بمثلها أتى، وسم إضغاما صغيرا يا فتى. ثم ينتقل الناظم إلى الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة، وهو الإظهار. فيقول: والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. أي الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار، فيجب إظهارها عند 26 حرفا الباقية، نحو
تمسون لعلكم تتقون، ويسمى إظهارا شفويا. تجب العناية هنا بإظهار الميم عند الواو والفاء، انتبه، يجب إظهار الميم عند الواو والفاء ويجب العناية بذلك. ولذلك يحذر الناظم ويقول: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها وللتحاد فعرفي. ومعنى كلام الناظم: احذر عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة، نحو عليهم ولا وتركهم في، وذلك لقربها من الفاء لأن الميم الساكنة قريب مخرجها من الفاء، ولاتحادها مع الواو، فالواو والميم مخرجهما واحد ولاتحادها مع الواو في المخرج. لذلك يحذر الناظم ويشدد على العناية بإظهار الميم الساكنة إذا وقع بعدها واو أو فاء في الإظهار. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية، ثم يقول: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. فهذه هي أحكام الميم الساكنة، إما الإخفاء أو الإضغام أو الإظهار. والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إضغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند